بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم اللي هو سيكشن 7-6. أخذنا تعريف الانفيرسز لكل التريجنومتريك فانكشنز، الاقترانات المثلثية، وعرفنا إيش الدومين اللي بيكون عليها الفانكشن 1-1 عشان نقدر نعرف الانفيرس. وبالتالي الانفيرسز بيكون من دومين الساين، من رينج الساين إلى دومين الساين. الساين انفيرس بتكون معرفة من رينج الساين إلى دومين الساين، يعني من الفترة معرفة من ناقص واحد لواحد إلى الفترة ناقص باي على اثنين لباي على اثنين لكلوزد انترفل، وهكذا بالنسبة للبقيات زي ما بينا في المحاضرة السابقة. وعرفنا أنه لما يقول لي واي تساوي ساين انفيرس نص، بعرف أنه واي هي الزاوية اللي جيبها نص. واي هي الزاوية اللي جيبها نص. ممكن اتعرف على الواي لو رسمت مثلث قائم زاوية واخذت هنا الواي، واي هي الزاوية اللي جيبها نص المقابل على الوتر، يبقى من فيثاغورس هذا قديش؟ جذر 30. الواي قديش بتطلع؟ 30 اللي هي باي على 6. تمام؟ في بعض في لو دخلتوا على التمرين حتلاقوا بقول لك evaluate او find، بعطيك ساين انفيرس جذر 3/2 مباشرة بقدر أقول له شيء اللي هي الزاوية اللي هان اللي هي 60، بقدر أقول له 60/60 وبعدين أقول له باي على 3 حتى لو حبيت أتأكد بالدائرة. إحنا عادة بنحطها بالدائرة، بحسبها في عقلي بالستين وبكتبها بالدائرة مباشرة. تمام؟ لو قال لي واي بتساوي، ممكن يقول لي بدل واي يقول لي ثيتا الزاوية عادي، واي بتساوي تان انفرس 1، يعني إيش الزاوية اللي ظلها 1؟ 45 هي باي على 4. تمام؟ وهكذا. فإحنا يعني أخذنا التعريفات هذه كلها. في أن بعض المتطابقات تربط الانفيرسز مع بعض، يعني ممكن تطلع عليها في الكتاب، مش هنخوض فيها كتير. في بعض الأسئلة بحل مستعيناً بهذه الايدنتيتيز المتطابقات، لكن إحنا ممكن نحل متجاوزين هذه النقطة. طيب معلومة إضافية برضو ربما نبهنا إلها أو من غير ما ننبه، لو اطلعنا على الرسمات تبعت الاقترانات الانفيرسز صفحة 28 و29، لو اطلعنا مين فيهن even function مين فيهن odd function، من اقتران زوجي ومن لو اطلعنا على الساين والساين انفيرس odd صح، الكوزاين لا هي ايفن ولا اود، والكوزاين انفيرس لا هي ايفن ولا اود. لو رحنا للتان، التان طبعا احنا عارفين من كالكولاس واحد انه الكوزاين والسيكنت ايفن والاربع الباقيات اود، مزبوط. هان لسه، هان طبعا عندنا علم جديد، انا بتكلم على اقترانات الاصليه الايفن بيضلوا ايفن والاود اود، لكن الانفيرسز كلامنا على الانفيرسز، قلنا الساين والساين انفيرس اود، الكوزاين على الدومين اللي معرف عليه من صفر لباي لا هي ايفن ولا هي اود، هنا الكوزاين، لكن والكوزاين انفرس كذلك لا هي ايفن ولا هي اود. لو طلعنا على التان، التان اود والتان انفرس اود برضه، رسمه التان انفرس شبيهه الى حد ما الى الجذر التكعيبي، رسمه مضبوط الجذر التكعيبي واي تساوي جذر التكعيبي لاكس. على الكوتان، الكوتان مش ايفن ولا اود، الكوتان انفرس. خلينا احنا في الانفيرسز، لو اطلعنا على سيك انفيرس لا هي متماثله حول نقطه الاصل ولا هي متماثله حول محور واي، هي متماثله حول النقطه صفر وباي على 2، ماليش فيها انا اللي يافز على نقطه الاصل او محور واي عشان احكم عليها ايفن او اود. لو اطلعنا على الكوسيكنت انفيرس بنلاقيها اود فانكشن من الرسمه، يبقى الساين انفيرس والتان انفيرس والكوسيكنت انفيرس فقط هن اللي ايش الفرديات، والباقي لا بحكم عليه زوجي ولا فردي. لتسهيل الحفظ، الساين وما يتعلق فيها، الساين ومقلوبها الساين انفرس، كوسيكنت انفرس التنتين اود، والتان اللي هي ساين على، يبقى التان انفرس اود والساين انفرس اود والكوسيكنت انفرس اود، والبقيات ما بقدرش احكم عليهم لا زوجي ولا فردي. بمعنى لما يقول لي ساين انفرس سالب نص
وهذا عندنا مثال، مثال موجود عندنا في صفحة 30 في رأس الصفحة، بيقول لي أوجد لو كانت واي بتساوي كذا. بقول له هذه إيش بتساوي؟ لأنه odd function بتساوي سالب ساين إنفرس النص. إحنا قلنا قبل شوي الزاوية تجيبها نص هي 30، اللي باي على 6 يبقى بتساوي سالب باي على 6 مباشرة، وهيك الحل أحسن من الحل المكتوب عندنا. هيك مباشرة حسب الخواص، إنها زوجية ولا فردية بقدر أستغله. نفس الجواب هو هنا مطلع لك الجواب مباشرة، بس بين قوسين محط لك التفسير، فالتفسير هذا هيك أفضل إني أتعامل مع عليه، أنها إنه اقتران إيش فردي، وبالتالي بطلع السالب وبتخلص منها. طيب الانفيرسز خلاص احنا اخذنا الكلام هذا حكينا فيه. لو قال لي تان انفيرس في المثال اللي تحت انتقاء بس مش اكثر، تان انفيرس سالب جذر الثلاثة ايش بتساوي؟ تان انفيرس اود فانكشن، يبقى سالب تان انفيرس جذر الثلاثة. طبعا جذر الثلاثة في ضمير مستتر تقديره على واحد صح، والظل هو عبارة عن المقابل على المجاور. لو رسمت الرسمة بتعرف على الزاوية، هاي الواي مثلا أو الثيتا، هاي القائم، الظل المقابل على المجاور من فيثاغورس هذا 2 اللي نص، أنا هذه حفظها 30 يبقى هذا 60، يبقى الزاوية بدور عليها 60، وال 60 عبارة عن إيش؟ باي على 3، يبقى بتساوي لي سالب باي على 3 مباشرة تمام، بدون آلة حاسبة ولا غيره. الكلام كله بسيط. في عندي تكملة للمتطابقات صفحة 31، يعني لو وانتم بتحلوا في الأسئلة يعني لازمكم بعض المتطابقات، أو لو شفتوا في كتاب الحلول أحيانا بستخدم المتطابقات. يعني على ما أذكر في أحد الأسئلة التمارين بطلب مشتقة، يعني مثلا بده مشتقة لو واي بتساوي كوزاين انفرس واحد على اكس، بقول هذه من المطابقات بتساوي سيك انفرس اكس، بدل ما اشتق بالكوزاين انفرس واحد على اكس بشتق هذه وخلص. طبعا هذه بتساوي هذه من المطابقات، لو طلعت صفحة 31 بتلاقوا اول متطابقة عندكم هذه مكتوبة، لكن السؤال ممكن احله بهذه بكل سهولة، مش صعبة مش صعبة. فأنا ممكن أستغنى عن المطابقات، وبكون أفضل لو طلعنا عليهن واستفدنا منهن لأنها معلومات جديدة بالنسبة لنا. لو طلعنا مثلا على برضو في صفحة 31 آخر متطابق عندنا بيقول لي كوتان إنفرس إكس إيش بتساوي؟ باي 2 ناقص تان إنفرس إكس. طب انقلوا التان إنفرس هناك على الشقة الثانية، بصير كوتان انفرس زائد تان انفرس بتساوي يعني متتامتين، متتامتين مظبوط، مجموعهن 90. وهذا لما حكينا احنا قلنا كوزاين انفرس اكس بتساوي كوزاين انفرس واحد على اكس، واحد على اكس بتساوي سيك انفرس اكس، كأنه يعني بدل ما أقول أنا واحد على كوزاين إنفرس بعطينا سك مظبوط، واحد بدل ما هي واحد على الكوزاين واحد على الإكس بس في الزاوية للحفظ، لتسهيل الحفظ. نفس الكلام لو طلعته على اللي تحتها كوزاين إنفرس كوسيكنت إنفرس للإكس بتساوي ساين إنفرس واحد على إكس. أوكي نروح للدريفاتيف أوف ساين إنفرس يو، نيجي للمشتقات. لسه ما زلنا في سكشن 7-6 اللي هي بدنا ناخذ الان الساين انفرس يو. طبعا بدنا نيجي للانفرسز عموما احنا، بس ناخذ الساين انفرس يو كيف وعن طريقها يعني ممكن احنا نستنتج الباقيات. قبل ما اروح لساين انفرس يو، لو كانت عندي اف اوف اكس بتساوي ساين اكس، يبقى الاف انفرس اوف اكس ايش بتساوي؟ ساين انفرس اكس صح.
هذا الدومين تبعها من سالب واحد لواحد كلوزد انترفال، والرينج سالب بايع اثنين لبايع اثنين. ما علينا، طبعا انا بدي اشتق ساين اكس وبعدين لما اجيب ساين يو بقاتل السلسله صح؟ الحين بنشوف. طيب انا بعرف انه مشتقة الانفرس من سكشن 7 1 هو 1 على اف برايم لاف انفرس اكس، هذه قاعده من خلالها بنستنتج كل الاشتقاقات. طيب من هنا اف شرطه اكس ايش بتساوي؟ كوزاين اكس. طبعا هان حصل عند الاكس تنتمي الى الاوبن انترفال بايع 2 سالب بايع 2 وبايع، مزبوط ولا لا؟ طيب هذول اي ربع اي ارباع؟ الاول والرابع، والكوزاين في الاول والرابع موجبه. اذا ما دام المشتقه موجبه في الربع الاول يبقى الاقتران متزايد، ما دام الاقتران متزايد يبقى له 1 تو 1 هو يبقى انفرس له انفرس. فبناء على هذا الكلام احنا بنشتغل. طيب ماشي الحال، اجي هان للاشتقاق ايش بيساوي؟ بيساوي 1 على اف شرطه لاي حاجه بتاخذ كوزاين الها، اف شرطه الثيتا بقول كوزاين ثيتا، اف شرطه الاف انفرس كوزاين الاف انفرس، مظبوط؟ تعويض مباشر. ايش دخل هنا بدخل هنا، يبقى بتصير كوزاين اف انفرس اكس اللي هي ايش؟ ساين انفرس اكس. فانا لو اعتبرت هذه الزاويه، مش هذه زاويه ولا لا؟ الجواب طبعا هنا 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 الاكس، الاكس تنتمي الى سالب واحد وواحد، والواي تبعتها تنتمي الى سالب بايع اثنين وبايع، مزبوط ولا لا؟ فالاقتران بيطلع لي زاويه، احنا بنقول ما هي الزاويه اللي جيبها اكس صح؟ فانا بدي كوزاين الزاويه اللي جيبها اكس، واضح؟ كوزاين هذه بروح برسم رسمه صغيره، اعتبر الزاوية واي، بدي كوزاين الواي، لو كانت هذه أنا سميتها واي بتساوي ساين انفرس اكس، يبقى ما هي واي؟ الزاوية اللي جيبها اكس، طب ما هذه اكس على واحد، طب ما هي مقابل على وتر، صح؟ يبقى من فيثاغورس تحت الجذر واحد ناقص اكس تربيع، يبقى الواي هي الزاوية اللي جيبها اكس، يبقى هذه بقدر أشيلها وأحط مطرحها واي. ما هو كوزاين الواي؟ المجاور على الوتر، يبقى بتساوي لي واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع، وهذه هي مشتقة الساين انفرس. ساين انفرس اكس برايم او بقول دي على دي اكس، بيطلع بالصورة هذه. انا الان بعد هذا الكلام بدي اجيب لو اف اوف اكس، ايش اف اوف اكس؟ ماشي، اف اوف اكس بتساوي لي ساين انفرس يو، حيث يو عباره عن ايش؟ اقتران في اكس، تمام؟ وبدي اشتق، بدي اشتق هذه المشتقه تبعتي ايش بتساوي؟ مش مشتقة هذا بالنسبة لإكس؟ دي على دي إكس لساين إنفرس يو، إيش اليو؟ اقتران، يبقى هذا اقتران لا اقتران، تركيب اقترانين، مظبوط؟ مشتقة الاقتران الخارجي والداخلي كما هو في مشتقة الاقتران الداخلي، يبقى هذا حتسوي لي واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع في دي يو على دي إكس، هذا من وين جبته؟ من هان، صح؟ لانه هذه حتنعمل عباره عن دي واي او دي اف على دي يو في دي يو على دي اكس. اشتق الاقتران بالنسبه ليو، هي مشتقته في دي يو على دي اكس، تمام؟ طيب يعني هذا هو الاقتران عندي وهي مشتقته بالصوره هذه. نفس الكلام الكوزاين انفرس بس بالسالب، نفس الصيغة تماما، المشتقة عندي بتكون بإيش؟ بالسالب، تمام؟ ما فيش داعي نستنتج البقيات لأنه على نفس الفكرة، تفرض الاقتران والإنفرس، تشتقي وبتعوض في هذا القانون بيطلع عندنا
كل حاجة. ماشي الحال؟ نكتب الاستقاقات تبعت هذه الاقترانات. طبعا الاستنتاج ليش نقول مطلوب منكم، لكن طريقة الحل بتساعدكم في حل بعض الأسئلة. وأنا ما دام عندي قواعد للإنفيرسز خلاص ما فيش داعي أقعد أستنتج فيه. طيب الآن إحنا لو أخذنا تيبل، يعني تيبل أو مش إنفيرسز، هنقول الدريفاتيف of inverses، derivatives of inverses. اللي هي المشتقات هذه. الآن دي على دي اكس لساين انفرس يو بده يساوي واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع في دي يو على. طيب ايش الشرط تبعنا في الساين انفرس؟ اليو الدومين تبعها ايش؟ من سالب واحد لواحد. ممكن اقول ولان انا على الاشتقاق هاخدها فتره مفتوحه، هاخد اليو اقل من واحد واكبر من سالب واحد. هذه بختصرها هي ابسوليوت يو اقل من واحد، صح؟ مش هذا نفس هذا؟ طب لو كانت ابسوليوت يو اكبر من واحد كيف تنفك؟ ايوه، يو اكبر من واحد اور أصغر من سالب واحد. عشان ما يصيرش هزة رأس على الفاضي هيك بس للتذكير، لما يقول لي القيمة المطلقة ليو بلاش يساوي أكبر من اثنين مثلا، يبقى اليو إيش ده تكون؟ يا إما اثنين فأكبر يا إما سالب اثنين أصغر. هيك مظبوط ولا لا؟ أي رقم هان أو هان لو أخذته القيمة المطلقة بطلع أكبر من اثنين، صح؟ يبقى لازم يكون اليو أكبر من العدد وأصغر من سالب العدد، مظبوط ولا لا؟ أوكي. هنا إحنا الفترة هذه هنا لما يقول لي القيمة المطلقة أقل من واحد يبقى هتكون اليو قيمها وين موجودة؟ ما بين السالب واحد والواحد. أي رقم هان القيمة المطلقة له كسر، كسر صح؟ أقل من واحد، وبالتالي القيمة المطلقة له أقل من واحد سواء كان بالسالب أو بالموجب، على أساس إنه الصفر هو في المنتصف الأصغر، فبكون العدد بهذا الصورة. فاحنا هنا الشرط عندنا ما دام الدومين تبع الساين انفرس هو الفتره من سالب واحد لواحد، ايش حطينا في التيبل او في الجدول؟ الجدول موجود عندنا صفحه 33. فبدل هذه الشروط ايش هان قال؟ ابسوليوت يو اقل من واحد. طيب الدي عدي اكس لا كوزاين انفرس يو تساوي سالب واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع في دي يو على دي اكس، ونفس الشرط اقل من واحد. تمام. بعدها بتجيني دي عدي اكس لا تان انفرس اكس، التان انفرس طبعا اشتقاقها برضه كله بسيط. هذا يطلع عندي واحد على زائد يو تربيع، هنا لكل يو ما فيش شروط على اليو. ليش؟ لانه التان انفرس التان الاصليه اذا بتتذكروا من سالب باي على 2 لباي على 2، مظبوط؟ اللي بتكون عليها 1 تو 1 هي من سالب باي على 2 لباي على 2 لار، الرينج عندي ار الرينج، فالانفرس ايش بدها تكون؟ من ار للفتره، صح؟ ما دام من ار يبقى اي عدد حقيقي بيمشي الحال، يبقى هان من غير ما يحط لي اي شرط، فبتلاقوه مش حاطط شروط عندنا. تمام. اذا ما حط الشرط هان يبقى هان لكل يو تنتمي الى ار لاي عدد حقيقي ما دام ما حط الشروط. التان الكوتان انفرس نفسها بس بالسالب، السك والكوسيكنت زي بعض بس بالسالب. الاصليات بالموجب والتبعات الهن، يعني نقول الجا جتا، الضا ضتا، القا قتا، الجيب والظا اللي هي الظل، والقا
هذول بالموجب اللي فيه تاب ايش بالسالب، وهذا كلام قديم صح. يبقى دي عادي اكس لا كوتان انفرس اكس بده يساوي سالب واحد على واحد زائد يو تربيع، وما فيش شروط برضو. كيف بس نتعامل مع بنحل اسئله، ما فيش داعي للاستنتاج. لو انت نسيت القانون ممكن تستنتجيه بسهوله صح. بس في السك والكوسيكنت في ابسولوت هذه لها طريقه خاصه، لو حفظتيها بكون افضل. موجوده في الكتاب الاصلي، كتاب الكالكولس ما رضناش نثبتها هنا. عندنا اللي هي دي اللي هي رقم 1 4 5 دي على دي اكس لاسك انفرس يو بدها تساوي 1 على ابسولوت يو في جذر يو تربيع ناقص 1. هنا الشرط ابسولوت يو اكبر من 1 تمام، في دي يو على دي اكس طبعا في مشتقة ما بداخل القوس زيها زي البقر. وهنا مش مكتوب ولا هان ولا هان، طب احكوا مشان نقول نقول في دي يو على دي اكس صح. في 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 مشتقة ما بداخل مش مشكلة، احنا التهينا في ايش في الشروط. ايوه في دي يو على دي اكس اهم حاجة. اوكي طبعا دي على دي اكس لمين؟ لا الكوسيكنت انفرس يو، حتساوي نفس الكلام بس بايش بس تمام. طيب بلاحظ انه التان انفرس، احنا لو حكينا على التان كنا بنحكي على الكوتان نفس الكلام، لو حكيت على الساين نفس الكوساين نفس الكلام. بلاقي انه الساين انفرس والسيك انفرس فيهن جذر، التان انفرس ما فيش فيها جذور صح. هذا واحد كمان في الساين انفرس العدد ناقص الاقتران، لكن هنا الاقتران ناقص العدد لا التفريق في الحفظ تمام. اخذ بالي لانه احنا الان في الخطوه الجايه حنصير ان كان من الطرف الايمن يعطينا الايسر صح، تكامل هذا كان بيعطيني الساين انفرس مزبوط. فلما اجي اكامل اطلع على المقدار في جذر ولا مفهوش، واذا في جذر اذا مفهوش جذر يبقى حينصرف تفكيري على التان انفرس او الكوتان انفرس حسب الاشاره. واحنا على التان على طول افضل، يعني حتى لو في سالب بقدر اطلعها برا واجيبها بالسالب فيش مشكله. اذا كان في جذر بطلع على الجذر، اليو تربيع قبل ولا الواحد قبل مين؟ هذا الكلام بالخبره الواحد بتعود عليهن وبيحفظهن. نيجي ل ناخذ لنا مثال نشوف. قولي قولي تخافيش احكي حاسيش. يعني مثلا لو رحنا على سؤال 4 ايه، لان مش شايف امثله هنا عندنا ولا في امثله لاحقا للتكامل، اما الاشتقاق ما فيش. ها لو رحنا على سؤال اكزام 3 للاشتقاق اه كل واحد لحاله هيك بكون ها اه ماشي ماشي اه مثال 3 صفحه 30 ايش بده؟ لو كانت واي بتساوي ساين انفرس اكس تربيع بده دي واي دي واي على دي اكس مزبوط. دي واي على دي اكس بتساوي 1 على جذر 1 ناقص الاقتران تربيع في مشتقه الاقتران صح. هذا اليو هذا اللي جوا اكس تربيع 1 ناقص يو تربيع في مشتقه الاقتران اللي هو اللي جوا 2 اكس. فبنبسطها بتصير عندي 2 اكس بنحطها في البسط على جذر 1 ناقص اكس اس 4 فيش مشاكل صح. فيش حاجه بتطلع برا نطلعها ونختصر ما فيش. هاي ساين انفرس مثلا ساين انفرس 1 ناقص اكس نفس الكلام بسيط ولا لا. على التان انفرس هاي مثال على التان انفرس او على السك انفرس. مثال 5 مثال 5 واي بتساوي سك انفرس
خمسة إكس أس أربعة دي واي على دي إكس إيش بتساوي؟ واحد على واحد زائد مش عارف إذا الأحمر بينفع ولا لا. واحد على أبسليوت خمسة إكس أس أربعة في جذر يو تربيع ناقص واحد، خمسة إكس أس أربعة تربيع ناقص واحد في مين؟ في المشتقة اللي هي 20 إكس تكعيب، صح؟ مشتقة داخل قوس. طبعاً الخمسة موجبة والإكس أس أربعة موجبة مهما كانت قيمة إكس، فما فيش داعي للأبسليوت، وبالتالي حيساوي عندي 20 إكس تكعيب على خمسة إكس. طيب أنا بدي فكيت الأبسليوت في الأول، مش هختصر هي في الأبسليوت صح؟ في جذر 25 إكس أس نضرب الأس اللي جوا في اللي برا صح؟ ناقص واحد، هذه مع هذه أربعة وهذه مع هذه بضل إكس تحت صح؟ بصير عندنا أربعة على أربعة على إكس في جذر 25 إكس أس 8 ناقص واحد تمام؟ بعد هيك بنروح على مشتقات البقيات. خلص هيك بنعتبر حالنا اخذنا، ما دام اخذنا على الساين انفرس وعلى السيك انفرس ناخذ على التان انفرس ولا ما فيش داعي؟ واضح الكلام بتهيألي. ها على التان انفرس، هاي واحد على التان انفرس عندي لو واي واي بتساوي تان انفرس لن لن اكس، بدنا المشتقه دي واي عادي اكس بتساوي واحد مشتقة الاقتران اللي برا بعدين في مشتقة اللي هنا، واحد زائد اليو تربيع في دي يو على دي اكس مظبوط؟ لين اكس الكل تربيع بضلها زي ما هي، بس ما بديش الاس قدام لانه التربيع مش على الاكس، وبالتالي حتساوي عندي واحد في واحد واحد على اكس في واحد زائد ممكن اكتب لين تربيع اكس سيبيها زي ما هي وخلاص، زي ما هي ما فيش داعي للفك خلاص ما فيش داعي. نروح على الانتجريشن فورمولاز صيغ التكامل. طبعا احنا بدنا نشتق اللي في الجدول اللي فوق او بدنا نكامل طرفي التكامل الموجود في الجدول اللي فوق، بس هنا بلاحظ انه دخل لي في الصيغه بدل الواحد حط لي ثابت ايه في صيغ التكامل، سواء في الساين انفرس او السيك انفرس او التان انفرس، دخلني بدل الواحد ثابت. طبعا هذا الكلام مهم لنا في اللي هي معادلات التفاضلية في الفصل الجاي ان شاء الله، بكون ضروري يكون حافظ اللي هي مشتقات وتكاملات الاقترانات العكسية. طيب أول واحدة من صيغ التكامل تكامل الاقترانات العكسية، تكامل ديو على جذر A تربيع ناقص U تربيع، هذا شرط إيش؟ الـ A تربيع أكبر من U تربيع. ليش هذا الشرط؟ ليش هذا الشرط؟ عشان ما تحت الجذر لازم يكون موجب، لازم يكون هذه أكبر من هذا صح؟ اوكي. التكامل تبع هذا الاقتران ايش بيساوي؟ من الصيغه ايش بقول لي؟ تساوي ساين انفرس بتساوي ساين انفرس يو على اي زائد سي، شرط انه اي تربيع اكبر من يو تربيع. هل شرط الاي تكون موجبه؟ مش شايف هل ضروري الاي تكون موجبه؟ ما دام موجب ولا سالب لما ربعها تكون هاي الشرط اللي حط لي صح. انا حاولت ادور على سبب صحيح، يعني حاولت استنتج هذه الصيغه، في ظل عندي نقطه واحده فقلت نعتبر الاي نعتبرها تجاوزا انه الاي موجبه عشان يسهل علي الحفظ حفظ القواعد. الساين انفرس لو طلعته في الثلاث الموجودات في الجدول الوحيد اللي فيش عندها واحد على اي قدامها، بينما في تكامل
لما يقول لي ديو على واحد زائد يو تربيع صيغة مين هاد؟ التان إنفرس. فهذا بتسوي لنا واحد على إيه في تان إنفرس يو على إيه. كيف؟ إيه تربيع عشان نقول ما هي إيه من وين جاي. الصيغة اللي بعدها دي يو على بدون أبسليوت هنا يو في جذر يو تربيع ناقص اي تربيع قال بتساوي واحد على اي في سيك انفرس ابسليوت يو على اي زائد صح؟ ابسليوت يو بالضبط هنا ابسليوت يو اكبر من اي والاي موجبه. طب ما انا احط هنا ايه موجبه وخلص، بس انا لاستنتاج القاعده بس مش اكتر. لو جاني سؤال بهذا الشكل الاي تربيع ناقص يو تربيع، طب انا حافظ انه هنا يكون واحد صح؟ لو واحد بتصير ساين انفرس يو على واحد اللي هي يو، ساين انفرس يو مباشره على الصيغه اللي فوق. انا بعرف انه تكام او مشتقه الساين انفرس يو بتساوي واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع مظبوط في دي يو على دي اكس اللي هي يو شرطة. طيب بدي احاول استنتج هذه الصورة، احاول استنتج، وبالتالي انا لما اجي اكامل هذا الكلام بالنسبة ليو ايش مفروض يطلع لي؟ ساين انفرس يو مفروض مباشرة يعطيني ساين انفرس يو. ليش هان اعطاني يو على ايه؟ عشان في ايه، خلي بالكم معي، احاول استنتج هذه الصوره معي معاكم تريحني. الفرض اللي بدي اعمله بيعطيني واحد على ايه واحد على ايه. لو انا نسيت مين فيهن عليه واحد على ايه ولا لا، والاصل انكم مع الممارسه نحفظ القوانين صح؟ ما مش قوانين كثير، احنا كل اللي فات قوانين قديمه، يوم ما دخلنا الانفيرسز بدا عندنا بعض الكلام الجديد. انا مكتوب عندي تحت الجذر اي تربيع ناقص يو تربيع، واللي انا حافظها في مشتقه الساين انفرس واحد ناقص يو تربيع صح؟ او واحد ناقص اكس تربيع اي حاجه وات ايفر. الان انا لو جيت فرضت اليو، اليو كتبت هذا على صوره اي تربيع ناقص اي تربيع مثلا في زد تربيع، يعني فرض اليو بايش؟ يو بتساوي اي بزد، اي زد صح؟ فاليو تربيع تصير A تربيع Z تربيع. خذ A عن المشترك صح؟ طب ممتاز. ومن هان DU إيش بتساوي؟ A في DZ صح؟ لو أخذنا الطرف الأيسر تكامل DU على جذر واحد ناقص U تربيع إيش بيساوي؟ مش واحد A هذه صح؟ يساوي تكامل تربيع. هاي خليكم معي مصحصين اول باول، هيك بنسى الحاجات وبحط في الكتاب وبعدين نقعد نعدل. لا هيك مباشره. الان الدي يو بقديش؟ اي في دي زد صح؟ على جذر اي تربيع ناقص اي تربيع زد تربيع، صح هيك؟ الاي تربيع لو اخذتها عامل مشترك وطلعتها برا بتطلع بايش؟ بايه؟ المفروض اني اطلعها بايه؟ لكن ضميري بيسمح ليش، لازم اطلعها بابسليوت إيه. صح هيك مفروض بقول. طيب عشان اطلعها بابسليوت ايه بتعمل لي قصه، اطلعها طب افكها بايه ولا بسالب ايه؟ فعشان هيك انا اقول بدي اعتبرها موجبه ونمشي امشي، لكن هو في الشروط مش معطيني انه الايه موجبه، مش معطيني انه الايه موجبه، بس معطيني الشرط هذا الوحيد. وبالتالي هم بصير عندي الايه اللي فوق بطلعها برا في تكامل دي زد على خذ الاي تربيع المشترك وطلعيها برا بابسليوت اي، بصير عندي جذر واحد ناقص زد تربيع. هذا هو ساين انفرس زد، ساين انفرس زد، وهذه مع هذه لو تجاوزا غمضنا علينا وقلنا على ايه بتروح تطلع واحد، فبيطلع عندي ساين انفرس زد زائد سي. من هنا زد ايش بتساوي؟ يبقى زد بتصير ساين انفرس يو على ايه بدون واحد على ايه. تمام هذا
الاستنتاج. طب في التان انفرس حتظهر عندي الواحد على ايه لحالها تلقائيا ما فيش فيها مشاكل، حتظهر عندي الواحد على ايه. لو عملنا نفس الكلام بده تكامل دي يو على اي تربيع زائد يو تربيع، انا حافظها واحد زائد ايش تربيع، واحد زائد مظبوط، فانا بدي اخلي هذه فيها اي تربيع عشان اخذها على المشترك ويضل عندي واحد زائد، فبروح بفرض اليو زي ما قلنا الان مثلا اي زد، يبقى دي يو بالمره بتساوي اي دي زد صح، ان اليو تربيع بتساوي لنا اي تربيع زد تربيع، يبقى الانتجريشن تبعنا حيساوي تكامل الدي يو اللي هي اي دي زد. نطلع الاي بره بالمره، حلوه تشعر اه، نطلع الاي بره بالمره صح، تمشي الحال اي دي زد على اي تربيع زائد اليو تربيع اي تربيع زد تربيع، خذ الاي تربيع عن المشترك وطلعيها برا، يبقى حتساوي A على في تكامل D زد على واحد زائد زد تربيع، هذا ايش بعطيني؟ وهذا مع هذا بقدر اختصر ماشي؟ اكيد الA لا تساوي صفر، الA لا تساوي صفر بنحطها شرط، وبالتالي حتساوي واحد على A في tan inverse زد زائد زد، ايش الزد؟ U على A تمام. وبالتالي لو حاولت استنتج بالطريقه زي هذه طبعا الحل نفسه بيساعدني في حل بعض الاسئله، كيف انا افرض عشان اصل للصيغه اللي انا عارفها تبعت المشتق. فنفس الكلام حتلاقوا السيكنت برضه بيكون فيها واحد على ايه تمام، يبقى الساين انفرس ما فيش فيها واحد على ايه، والبقيات هذه وهذه فيها. طبعا اذا كان لو كانت بالسالب حتصير الكوساين انفرس، احنا حنكتفي فقط نحاول حلنا على الثلاثه الاساسيات هذول. طبعا الاشاره السالب عمر ما بتغلبني، بطلعها برا لو في سالب بطلعها برا بحطها انا اشاره سالب وخلص صح، مش عيب يعني ولا حرام. هاي صيغ التكامل. الان ناخذ تطبيقات على هذا الكلام، نشوف المثال الاخير عندنا وناخذ بان او المثالين الاخيرين. evaluate the following integrals. Evaluate the following integrals. A تكامل من جذر 2. أنا بجيب من الحد السفلي للحد العلوي، من إلى بنقول أه؟ هنا جذر 3 على 2 لمين؟ لدي إكس على جذر 1 ناقص إكس تربيع، صيغة صريحة جاهزة تبعت مين؟ ساين إنفرس، 1 ناقص ساين إنفرس. ولو للربط للربط لو خفتوا 1 ناقص إكس تربيع ولا إكس تربيع ناقص 1؟ طب هاد بتاعت الساين احنا بنعرف زمان انه الساين تربيع اكس زائد تان تربيع اكس، تان خلص لحالها هيك بتكتب، هيك لحالها بتطلع كوزاين تربيع اكس تساوي واحد صح. طيب ودوا الكوزاين غاد، يبقى الساين تربيع اكس تساوي واحد ناقص كوزاين تربيع اكس، فواحد ناقص واحد ناقص في الشكل اللي هان بيكون عندي صح، واحد ناقص مش الاقتران ناقص الواحد للربط بس مش اكثر. واحد بيقول لك كوزاين تربيع نفس الكلام حتى. وبالتالي الان هذا مباشره بيساوي لي ساين انفرس اكس من جذر 2 على 2 لجذر 3 على 2. طبعا جذر 2 على 2 هي عباره عن جذر 2 في جذر 2 ب 2، يبقى هذا 2 2 مع 2 فيها 1 بيطلع 1 ايضا 2، يبقى هذا عباره عن ساين انفرس جذر 3 على 2 ناقص ساين انفرس 1 على جذر 2 صح. ايش الزاويه اللي تجيبها جذر 3 على 2؟ مثلثين، هاي مثلث، هذه 60 وهذه 45 صح،
واحد اثنين جذر الثلاثة، الساين جذر الثلاثة على اثنين اللي هي الستين، وهذه الثلاثين، والخمسة واربعين واحد واحد جذر اثنين مظبوط، هنا الخمسة واربعين. يبقى هذا بيساوي لنا 60 اللي هي باي على 3 ناقص باي على 4 بيطلع باي على 12، لانه اضرب في 4 في 4 في 3 في 3، 4 ناقص 3 ب 1. هذا بالنسبه للاكزامبل الاول، صح هيك؟ في مشاكل؟ اوكي، على الصيغه مباشره، هذه على الصيغه تبعت الاشتقاق. طيب نشوف المثال اللي بعده، واضح الخط بس؟ كويس؟ طيب يلا مسحنا الايفالويت، نروح لبي تكامل دي اكس على تكامل دي اكس على جذر 3 ناقص 4 اكس تربيع. ما دام عدد ناقص حاجه تربيع يبقى على الساين انفرس. طيب يبقى انا بدي احطها، بروح بدي اقول هنا لت اي بتساوي جذر الثلاثه. ايش من وين جبنا؟ اعتبر هذه اي تربيع ناقص يو تربيع، هيك مباشره. بدي احطها على صوره اي تربيع ناقص يو تربيع، وفوقهن في دي يو عشان يعطيني التكامل ايش؟ ساين انفرس يو على اي، صح؟ فبدي احطها بالصوره هذه، فانا بدي اخذ في الهامش لحالي الثلاثه هي الاي تربيع، يبقى في الفرض هاخذ الاي بالجذر عشان لما اربعها تعطيني 3، وبدي اخذ ال 4 اكس تربيع هي اليو تربيع. طب ما هذه عباره عن 2 اكس بتساوي يو، صح ولا لا؟ فانا بفرض لت اي بتساوي كذا ويو بتساوي 2 اكس اللي هي جذر هذه وجذر هذه، وبالتالي اذا اي تربيع بتساوي لي 3 ويو تربيع بتساوي 4 اكس تربيع، ودي يو بالمره تساوي 2 دي اكس 2 دي اكس، صح؟ يبقى الانتجريشن تبعنا تعويض مباشر يساوي بدل دي اكس نص، عشان دي اكس هنا نص دي يو، يبقى نص دي يو على جذر بدل الثلاثه اي تربيع ناقص يو تربيع، بطلع النص برا في ساين انفرس يو على اي زائد سي، صح؟ عوض عن اليو عوض عن الاي، خلص السؤال خلص السؤال. يبقى انا من مجرد النظر ما دام في جذر يبقى يا ساين انفرس يا سيك انفرس مش التان. طيب عدد ناقص يبقى هذا على الساين انفرس، بدي احط على صيغه الساين انفرس اللي حكينا عنها، وببدا الفرض انا بنقل من هان بنقل من هان لها، وبالتالي راح يسوي لي نص ساين انفرس 2 اكس على جذر الثلاثة زائد سي، تمام؟ اوكي اوكي. اللي بعده اي بي سي، تاخذوا بالك تاخذوا بالك كويس. الان دي اكس على سي تكامل سك هذه على جذر اي اس 2 اكس ناقص 6، هنا يو تربيع ناقص عدد، صح؟ طب انا بعرف انه في السك في برا يو، مالكيش دخل، انت بس حدد عم عندك تشتغلي بتلاقي لحالها بتطلع الامور، ماشي؟ هذه ما ينفعش اشتغلها على الساين انفرس، يعني مثلا عشان تصير على الساين انفرس لازم تكون الست قبل. طب لو اخذت سالب عامل مشترك ايش بدي اسوي في السالب تحت الجذر التربيعي؟ بقدرش اطلعها. يبقى لا انا هيك بدي استسلم واعرف اني بدي اشتغل على السيك انفرس، على صيغه السيك انفرس، تمام؟ السيك انفرس هي يو تربيع ناقص اي تربيع، مش يو تربيع؟ يبقى هذه يو تربيع، يبقى اليو بقديش؟ طلع اي 2 اكس ايوه، يبقى يو بتساوي جذر الاي اس 2 اكس، مظبوط؟ طيب شوي شوي معي بس، احنا قلنا اي اس اكس في اي اس اكس بقديش؟ مش في الضرب تجمع الاسس ولا لا؟ اي اس اكس زائد اكس اللي بتساوي اي اس قديش؟ طب من الشقه هذه، طب مش هذه اي اس اكس كله تربيع ولا لا؟
يبقى الاي اس 2 اكس هي اي اس اكس الكل تربيع، يبقى اليو هي اي اس اكس. مش هتيجي على بالك كنا نطير، انا سمعت في ناس بس شوشتوا على بعض صح؟ هتاخذوا بالكم ان هذه اسس كنت تشتغلوا في يعني مر معكم في توجيهها في اللوغاريتمي. ايوه اي بالضبط بالضبط، كل اس نص بنضرب النص في اثنين بالضبط، فهي هيك تفسيرها. فانا هذه يو تربيع ناقص اي تربيع، يبقى انا بدي اقول في الهامش، في الهامش الك او احد بخربش زي ما بدك، يو تربيع هي اي اس 2 اكس، يبقى يو هي اي اس اكس صح؟ عشان تيجي نكتب هذا الفرض. طيب السته او الاي تربيع هي السته، يبقى بدي افرض الاي هي جذر السته. باجي بقول له هان في الحل، هذا تفكير في العقل صح؟ بقول له لت اي مش مشكله بتساوي جذر السته ويو بتساوي اي اس اكس، يبقى اي تربيع بتساوي سته ويو تربيع بتساوي اي اس 2 اكس، ودي يو ادي اكس خلينا نكتبها تحت، دي يو ادي اكس ايش بتساوي؟ دي يو ادي اكس تساوي الاقتران نفسه صح؟ يبقى دي يو بتساوي لي اي اس اكس دي اكس. طب انا عندي دي اكس فبدي اتخلص، يبقى دي يو على اي اس اكس بتساوي، طب ليش اكتب هيك؟ ما اكتب دي اكس قبل. اذا دي اكس بتساوي دي يو على، تنسوش انه الاي اس اكس هي ايش؟ يو صح؟ يبقى هذا بتساوي لي دي اس يو على يو. قلنا لكم انتم بس تقرا على الله لحالها بتظهر اليو اللي برا، هذه دي يو على يو بتطلع لحالها صح؟ بتظهر فما تقلقوش عليها. اذا الان الانتجريشن نكتبها بيساوي التكامل دي يو على يو بدل الدي اكس، دي يو على يو مظبوط؟ اللي هي دي اكس في جذر يو تربيع ناقص اي تربيع، صيغه مين هاد؟ السيك انفرس صح؟ وتساوي واحد على اي في سيك انفرس ابسوليوت يو على اي زائد سي. نرجع كل واحد الى اصلها، يبقى بتساوي لي واحد على جذر السته سيك انفرس اي اس اكس على جذر السته ابسوليوت زائد سي. طبعا اي اس اكس موجبه دائما وجذر السته موجب دائما، فما فيش داعي احط الابسوليوت. عارفين الاي اس اكس احنا كيف رسمتها؟ الصوره هذه هيك صح؟ فدائما فوق محور اكس يعني موجبه دائما، وبالتالي هذا بقدر اقول واحد على جذر السته سيك انفرس قوس عادي اي اس اكس على جذر السته زائد سي، يعني بدون الابسوليوت تمام؟ هذا بالنسبه لسي، لسه معنا وقت، معنا وقت خلاص؟ كله مكتوب عندنا مظبوط؟ كله مكتوب، بنحاول نوضح كل حاجة A B C. الفرع الأخير اللي هي دي إكس على مين؟ على جذر 4x ناقص x تربيع. ما دام في جذر يبقى يا سيك انفرس يا ساين انفرس صح؟ يبقى تانفرس لا. طب هنا انا ما عنديش ثابت ومش عارف تربيع مين. طب بدي اطلعها برا بايش؟ بجذر اكس. وبعدين ايش سويت؟ جذر اكس حتى مش ابسوليوت اكس. لا يبقى هذا ايش بدي اعمل؟ اكمال مربع. اعملها اكمال مربع بمعنى اخليها حاجه تربيع، طبعا حيزيد عندي ثوابت، يا بتصير حاجه تربيع ناقص ثابت بروح على السيك انفرس، او حاجه ناقص عدد ناقص اكس تربيع مثلا بيطلع عندي على الساين انفرس. فانا بدي اروح اعمل اكمال مربع للمقدار اللي قدامي، فانا بدي اخذ 4 اكس ناقص اكس تربيع لحالها. ضروري لما اعمل اكمال مربع معامل اكس تربيع لازم يكون موجب واحد، ممنوع يكون في عدد. يعني لو عندي
4 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 مثلا، بدي اعمل اكمال مربع لازم يكون هذه 1 صح؟ طبعا انا لما بيكون ما عنديش طرفين مش معادل اللي اقسم على 4، فبضطر اخذ الأربعة من المشترك صح؟ فبقول تساوي مثلا 4 في اكس تربيع زائد نص اكس زائد 1 على 4 صح؟ وممكن ممكن فانا بديش ادخل الواحد في الحسبه زائد 1 فك القوس برجع هون وها وها ومطرح. انا بدي اتعامل مع هذول اثنين بس، مثلا بدك تدخل الواحد في الحسبه بينفع بدون بينفع صح؟ بعد هيك هذا بدي اكمله لمربع كامل لانه الان معامل اكس تربيع موجب واحد. كيف بنعمل؟ بنشوف هان ان شاء الله. طيب هانا معامل اكس تربيع ايش؟ سالب، بدي اخذ سالب، يصير عندي اكس تربيع ناقص 4 اكس. اكمال المربع ايش بنعمل؟ بجيب معامل اكس نص معامل اكس واربعه، بدي اجيب مربع نص معامل سين او نص معامل اكس واربعه. كويس، هذا كتب انا على فكره على ورقه هيك من الاي 4 في الدار ملزق عليها، ابن ثاني اعدادي وباخذ الحاجات هذه وكاتب له اياها عشان يحفظها، لانه كثير في التحليل بنسى الواحد حكايه اكمال مربع في النهايات وفي غيره، فبتجيش عن جد لانه استخدامها قليل. فضروري الواحد يركز فيها ويستحضرها دائما. فالان انا معامل اكس قديش عندي؟ 4، نصها 2 تربيع، يبقى بدي اضيف 4، يبقى هذا بقدر اقول تساوي سالب برا اكس تربيع ناقص 4 اكس، اضيف 4 واطرح 4 عشان ما اكونش عملت حاجه، لو ضفت 4 غيرت السؤال صح؟ طيب الان بدي اخذ هدول لحال بعطيني مربع كامل، هاي ناقص من هدول، هذه باخذ منها الجذر وهذا باخذ الاشاره وهذا باخذ الجذر، تربيع ناقص 4 تمام، دخل الناقص صارت 4 ناقص اكس ناقص 2 الكل تربيع، اتضحت الرؤيه. يبقى صار هذا عباره عن 4 ناقص اشي تربيع، يبقى بشتغل على الساين انفرس صح؟ لو ما فيش سالب كان احنا نشتغل على السك انفرس صح؟ وبالتالي احنا بنشتغل نعم خلاص؟ خلاص ولا لا؟ خلاص؟ بدها تجاوب بحس بدها تسال سؤال وبطلت ما تبطلوش. نص معامل سين واربعه، وبالتالي الان بصير عندي اذا تكامل دي اكس على جذر 4 اكس ناقص اكس تربيع بيساوي تكامل دي اكس على جذر 4 ناقص اكس ناقص 2 الكل تربيع. والان بده يبدا السؤال، يبدا الحل صح؟ هذا تكون اي تربيع وهذه يو تربيع، يبقى بقول له لت يو لت اي 2 ويو بتساوي اكس ناقص 2 ومنها دي يو بتساوي دي اكس صح؟ واي تربيع تساوي 4 ويو تربيع بتساوي اكس ناقص 2 الكل، يبقى الانتجريشن تبعنا صار بيساوي تكامل الدي اكس هي دي يو على جذر اي تربيع ناقص يو تربيع مباشره صح؟ ومنها بتساوي لي ساين انفرس يو على اي زائد سي، رجعوا اليو لاصلها، يبقى ساين انفرس اكس 2 على 2 زائد سي وهو المطلوب تمام؟ يبقى الشغل كله في اني ارتب المقدار اللي تحت الجذر. اي سؤال؟ واضح؟ اكمال مربع عقبالها اكتب اكمال مربع باكمال مربع. اشوف مثال 7، نشوف مثال 7. لو طلعنا في مثال 7 بلاقي فيش فيه جذور، فيش جذر في المقام، يبقى عمين التان انفرس اوتوماتيك، هيك رايحين احنا، بس بدي احاول احطها على الصيغه اللي احنا حافظينها، اي تربيع زائد يو تربيع مزبوط، تكامل
تكامل دي اكس على برضو 4 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 2. عشان اقدر احط على صيغه حاجه تربيع زائد عدد لازم اعمل اكمال مربع. يبقى انا بدي في الحل بدنا نقول 4 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 2 تساوي ايش بدي اعمل؟ بدي اخلي الاكس معاملها واحد، الاكس تربيع معاملها واحد، بقدر اخذها بضل عندي اكس تربيع زائد اكس. ممكن ادخل 2، انا عند الشباب وانا بحل امبارح دخلت 2 واعتبرتها نص، بمشي الحال. وهنا طبعا محلول بدون ما ادخل 2 جوا، ممكن خلي 2 برا احسن، مضرش ها، ممكن نخليها جوا او برا في كل واحد زائد 2. يعني انا كاني جمعت هذول 2 فقط، الثابت امره بسيط، اخذت من هذول 4 من المشترك ضلت 2 برا. الان اللي جوا القوس نعمل له اكمال مربع. ايش معامل اكس؟ واحد. ايش نصه؟ مربعه. بدي مربع نص معامل اكس، مربع نص. يبقى انا اول حاجه بدور على النص، اول حاجه معامل اكس ايش نصه، بعدين بربع. معامل اكس واحد، نصه نص، تربيعه ربع. يبقى هذا بدها تساوي 4 في اكس تربيع زائد اكس، بدي اضيف ربع واطرح ربع زائد 2 برا. هذا مربع كامل صار عندي صح؟ يبقى صارت عندي 4 في اكس زائد نص الكل تربيع، هذه جذرها، هذه الاشاره، هذه جذرها تربيع، ناقص زائد 2. الان تدخل الاربعه، لان الاربعه لو ضربتها في ربع تصير واحد، تدخلها اضربها هنا وهنا توزيع، حتصير عندي 4 في اكس زائد نص الكل تربيع ناقص واحد زائد 2، فكيت قواسها صارت زائد واحد، الحمد لله على صورة التان. طب الأربعة مش 2 تربيع؟ يعني أنا عندي 2، وين أكتبها؟ مش وسعة صح؟ بقدر أدخلها جوا القوس باثنين بس. هي عبارة عن 2 تربيع في إكس زائد نص تربيع صح؟ فهذا بقدر أقول 2 في إكس زائد نص الكل تربيع صح؟ دخل 2 جوا بصير 2 اكس زائد 1 الكل تربيع، فبصير عندي بهذه الصوره. يبقى هذا حيساوي مباشره من الكلام اللي كتبناه غاد، يساوي 2 اكس زائد 1 الكل تربيع زائد 1، يبقى على صوره يو تربيع زائد 1 في المقام، وخلصت. نكمل ولا ما فيش داعي؟ حاضر. هاي الانتجريشن يساوي تكامل دي اكس على واحد زائد، بدك اكتبها على الصيغه، 2 اكس زائد 1 الكل تربيع. طيب هنا بدي اروح لت، طب ليش اخذها على الاي؟ طب ما اخذها على التان انفرس يو خلص من غير يو على اي، لانه الاي بواحد، لما اقول واحد على اي بصير واحد على واحد، وفي الجواب النهائي يو على اي، يو على واحد، زي ما بدكم خليكم على فرقكم، والله بدي امشيها لكم. لت اي بتساوي واحد ويو بتساوي زائد واحد، يبقى ماشي، اي تربيع بتساوي واحد ويو تربيع بتساوي 2 اكس زائد واحد الكل. طيب وديو، ديو بتساوي 2 دي اكس، ومنها دي اكس بتساوي نص ديو، تمام. يبقى الانتجريشن حيساوي عندي تكامل بدل ديو نص برا، وهي ديو على بدل واحد اي تربيع زائد يو تربيع صح، تساوي النص بنزل في واحد على اي في تان انفرس يو على اي صح زائد زي. رجعوا كل حاجه لاصلها، نص في واحد على واحد في تان انفرس 2 اكس زائد 1 على اللي بدها تسوي لنا نص تان انفرس 2 اكس زائد 1 زائد، تمام.